أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر صباح الشروق والانضمت لمتابعتنا الآن لتكملة ما تبقت من فقراتنا عبر هذا الصباح. نحن متواصلين معكم وسعداء جدا إنه نشوف شنو الحصل في الأسبوع والأحداث والمجريات اللي حاصلة من سنين طوال، لكن خلينا نشوف بانوراما اليوم بعيون مختلفة وبعيون صحفي ومحلل أستاذ موجود معانا الآن وهو معروف لكل المشاهدين والمحبين أستاذ الزبير سعيد. أهلا وسهلا بك منور صباح الشروق. مرحب بك زميلة إنسان، ومرحب بالمشاهد الكريم، ومرحب بكل محبي هذا الوطن العظيم. نتمنى انه يعني صباحات الوطن كلها تبقى بيض، يعني صباحات الوطن كلها تبقى مساحه للتفاؤل ومساحه للامل ومساحه للبناء ومساحه للوحده الوجدانيه والوحده الوطنيه. والله يا جماعه ده شرف كون الاستاذ زبير ده يقول لي الزميله انسان، دي كانت لطيفه جدا على فكره يا جماعه، حاجه كبيره انت بيقول استاذ الزبير سعيد. استاذ الزبير سعيد قام اعلاميه اكيد، نحن لسه ما زلنا نصطحب ونتلمس خطوات الاعلام. اهلا وسهلا بك وتحيه لك. خلينا نشوف اليوم من خلال بانوراما لقناه الشروق وصباح الشروق. هي كان ذكرى تحرير الخرطوم ما بين 26 يناير نحن فيه الان 1885 و2013، هي اكيد ذكرى كان يحتفل بها السودانيين في كل عام. نعم. ماذا تعني لهم؟ نعم. ذكرى تحرير الخرطوم نفتكر انه من الـ الاحداث الوطنيه المهمه جدا، ما على مستوى السودان، نفتكر انه على مستوى افريقيا، لانه ذكرى تحرير الخرطوم نفتكر انه حصل لها نوع من الـ، انا ما اقدر اقول نوع من التشويه، لكن حصل لها نوع من التجاهل، لانه نفتكر انه ما قامت به الثورة المهدية بقيادة الإمام الراحل محمد أحمد المهدي، أفتكر أنه حدث كبير، حدث تاريخي كبير، تأسيس أول دولة وإعطاء أم درمان دلالة الوطنية كعاصمة وطنية، استنهاض همة القوات بتاعته الراحل الشهيد عثمان دقنة والراحل عبد الرحمن النجومي وكل قيادات الثورة المهدية الأشاوس. أفتكر أنه يعني ده حدث مهم، يعني أكثر من 130 سنة يعني وحد الأمة السودانية. نعم. في زمن كانت كل الأشياء عصية جدا، التواصل كان صعب جدا، البلد كانت مترامية الأطراف، ولكن سمو الثورة المهدية ووعي الإمام المهدي بضرورة أن يتوحد السودان وبضرورة أن السودان قوته في وحدة شعبه. نعم. وقوته في نبذه للقبلية والعصبية والجهوية، دي كانت واحدة من الأشياء اللي كان يجب أن نبني عليها ونؤسس عليها حتى يعني ننهض بهذا الوطن الذي الآن هو جريح والآن هو يعاني. لو أننا ناس دائما يا أستاذ إنسان بيتحدثوا عن أنه يعني بعض المثقفين بيتحدثوا عن إعادة كتابة التاريخ، أنا أفتكر أنه المسألة ما إعادة كتابة التاريخ بقدر ما أنه المسألة متعلقة بإعادة فهم التاريخ واستيعاب دروسه. يا سلام. لو استيعابنا هذا التاريخ وأدركنا قيمة الأبطال الأماجد الذين أسسوا لهذا التاريخ الوطني الناصع اللي كان سوداننا اليوم على مشارف أكثر بهاء وأكثر ضياء، لما كنا نتنكب هذه العثرات ولما كنا لازلنا أسرى لصراعات سياسية نفتكر أنه أقعدت بهذا الوطن كثيرا. وده اللي بيخلينا إحنا دائما بنتحدث عن الماضي. نعم. كذكريات وكأحداث. نعم. وعكس. نعم. ما نتحدث عنه كواقع معاش نحن ماضينا. صحيح. وواقعنا وحاضرنا المفروض يكون متتالي ومتابع مع بعض. نعم. عشان ما نقدر نشوف سوداننا زي ما نحن عايزين. أستاذ زبير، واحدة من الحاجات اللي حصلت في هذا العهد أنه كان الأنصار إنه دحروا القوات البريطانية وحصلت أحداث كثيرة جدا استطاعوا من خلال تحرير هذا الوطن. دي مشاهد بطولية، ومقتل قردون باشا نفتكر إنه هو كان يعني كان حدث كبير، جلجل الإمبراطورية التي لا تغيب بريطانية. الشمس عنها يعني، وأكسب السودان ولفت النظر إلى هذه الدولة المهيضة بأنها يعني تقوم بهذا العمل الكبير. من الأشياء المهمة اللي افتكر أنه الأجيال يجب أن تستوعبها يعني عدم الاكتراث لبعض الأصوات اللي أنا افتكرها أصوات مشروخة، لأنها تحاول أن تختزل الثورة المهدية في الأنصار وتحاول أن تختزل في حزب معين. أنا افتكر أنه هذه ثورة قومية، والإمام المهدي
عليه رحمة الله يعني زعيم قومي، زعيم. نعم. وزعيم يعني كل الوطن يجب أن نتشرف به. فلذلك نحن يجب إنه ما 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 يعني ما نختزل الأشياء وما نصغرها. هذا عمل وطني كبير جدا، وما حدث. قام به الأنصار هم كل السودان، يشرف كل السودان. فيجب إنه ما نصغر هذه الأحداث الوطنية الكبيرة وما ننسى قرى هذه المخططات. أنا أفتكر إنها برضو المستعمر قرص بعض المفاهيم الثقافية والاجتماعية، لأنه هي الثورة المهدية نفسها لم تكن ثورة عسكرية فقط، هي كانت ثورة مفاهيمية، كانت ثورة ثقافية، كانت ثورة اجتماعية كبيرة جدا، لأنه نفسها هذه الثورة أسست مدينة أم درمان بكل تداخلها وعراقها وثقافاتها ودور المتقدم جدا في قبول الآخر أو تقبل الآخر والحوار معه وتأسيس علاقات اجتماعية إنسانية متقدمة في زمن لم يكن العالم بهذا التطور والتواصل الإنساني الحميم. صحيح. وقبول الآخر بشكل فيه درجة عالية جدا من الوعي الثقافي والاجتماعي والإنساني المتجاوز لإثنية والقبلية والعرقية والأشياء. وقتها جمع كل أطياف السودان القبلية بكل تأكيد، هذه كلها من ثمرات الثورة المهدية. صحيح. يجب أن لا نختزل في التاريخ، يجب أنه ندرس أولادنا هذه المفاهيم الإنسانية المتقدمة التي أسست لها الثورة المهدية. وده اللي بيقودنا، لأنه توحد أهل السودان حول غائد واحد وحول رأي واحد وحول كتلة واحدة، وأصبحوا عندها كانت معاني ودلالات كثيرة عند الناس. بكل تأكيد، بكل تأكيد، هذه البلاد التي أنجبت المهدي وكل القادة العظماء هي أنجبت ولا زالت تنجب. صحيح. يعني هذه البلاد ولود، وهذه البلاد يعني عندها القدرة أن تنجب عظماء، ولكن يعني فتنا في عضدها الخلاف وأضعفنا الخلاف والتناحر، الذي أنا أفتكر أنه يعني لا يؤسس لدولة تمضي إلى الأمام. أصبحنا في تشاكس، أصبحنا الكل يريد أن يضعف الآخر، الكل يريد أن ينال من الآخر، الكل يريد أن يظهر بأنه هو الأعلى صوتاً وهو صاحب الحظوة الأكبر في الوطن. أنا أفتكر أنه هذا الوطن يعني ما نختزله في الجغرافيا المترامية، هذا الوطن تاريخ. صحيح. وهذا الوطن إنسان، إذا استوعبنا هذا الوطن ببعده الإنساني وبعده الثقافي وبعده الاجتماعي، أنا أفتكر أنه نستطيع أن نؤسس لنقاط مشتركة متقدمة جدا نتجاوز بها كل هذه الخلافات. أنا أفتكر أنها هي لا تليق بوطن بعظمة السودان وشعبه وحضارته الضاربة في عمق التاريخ. يعني. نعم أستاذ الزبير، بتحليلك وبرؤيتك وبنظرتك لما في السودان تحديدا، ونحن من 1885 26 يناير إلى اليوم 26 يناير 2023، لوين حيكون السودان وكيف حيصير يعني، وكيف حتكون الرؤية؟ والله يا أخي هذا السؤال عصي وسؤال صعب وسؤال يحتاج لخبراء استراتيجيين وعلماء. أنا والله سأجيب يعني إجابة شخص متواضع، ممكن يكون مدخله يعني محبة أكثر من إنه معرفة، لأن أفتكر إنه هذا 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 السودان إذا عدنا قراءة تاريخه بتجرد وإننا تجاوزنا الذاتية، يعني إحنا عندنا برضو انكفاء ذاتي كده، وبرضو عندنا مشكلة بتاعت استعلاء قبلي واستعلاء ثقافي ظل يمارس أنا للأسف الشديد من خلال منابر برضو. أفتكر إنه نحن محتاجين يعني نعمل تخطيط استراتيجي وطني ننظر من خلاله لهذا الوطن، ننظر لهذا الوطن من خلال الإنسان، وننظر لهذا الوطن من خلال المستقبل اللي افترض نحن كأجيال متلاحقة إنه نؤمن هذا الوطن للأجيال القادمة. صحيح. يعني إذا كان الأجيال السابقة وجيلنا الحالي عانى، فأنا أفتكر إنه ما مفروض يكون مكتوب على الأجيال اللاحقة إنها تعاني. من واجب الأجيال إنها هي تمهد لرقي وتمهد لتطور. أفتكر إن السودان واحدة من إشكالاته الكبيرة جدا إنه يعني أبناؤه ونخبه هم أكثر الناس جهلا بثرواته وقدراته. أفتكر إن إحنا محتاجين يا جهل يا تجاهل، والاثنين مشكلة طبعا. صحيح، الاثنين مشكلة. إحنا محتاجين نعرف قيمة هذا الوطن من خلال إنسانه، من خلال ثرواته، من خلال يعني ثراءه الثقافي وتنوعه الإثني. لأنه حتى أمريكا أنا أفتكر إنها هي نهضت وحققت هذا التطور المذهل من خلال استيعاب للتنوع، من خلال سهرة لهذا التنوع، من خلال تجاوزها للأشياء الصغيرة، وهي لا زالت طبعا تعاني من بعض الإشكالات اللي ممكن تكون فيها عنصرية وكذا، لكن أفتكر إنه السودان عنده قدرات أكبر من أمريكا. نحن دارين القدرات دي، نحن نصطحبها معانا في الفترة دي ونمشي بها خطوات في اتجاه الصحيح يعني. نعم. ما عايزين نرجع بها لورا. ده محتاج لتأسيس مفاهيم وطنية جديدة، نحن محتاجين لتربية وطنية جديدة. صحيح. محتاجين ننشئ الأجيال على حب الوطن قبل ما نحب مزغة الراس، وقبل ما ونحب السودان كله بتنوع قبل ما نحب القبيلة. ما مشكلة إنك أنت تحب قبيلة تنتميها، دي ما شيء فطري وطبيعي. صحيح. لكن ما تقدم القبيلة ولا ما تقدم مزغة راسك على وطنك.
يعني افتكر انه دي كلها مفاهيم يجب ان تصحح من خلال المناهج الدراسيه، من خلال المنابر الثقافيه والاعلاميه المتنوعه. نحن محتاجين لاستنهاض لهمه وطن. نتمنى ذلك باذن الله يا زبير. نتمنى، ونحن كانت محاورنا سياسيا من خلال البانوراما، لكن لما نجي فنيا ونتحدث عن قامه فنيه رحلت من بيننا من عام مضى، مثل استاذ بشير عباس له الرحمه والمغفره، واستاذ بشير الموسيقار الكبير راحل بشير عباس عنده علاقة وصداقة حميمة تجمعه بأستاذنا زبير سعيد، علاقة أسرية، علاقة صداقة، علاقة تواصل، علاقة عمل جمعت بيناتهم. اليوم نحن عايزينك، وأكيد الكلام ما بيوفي وما بيديه حقه، لكن عام من الرحيل المر ممكن تكون لسه ذكراه موجودة وكأنه رحل بالأمس. صحيح صحيح. أنا والله برضو بقول أنه دي كلها الحاجات اللي قلتها دي كلها حاجات جميلة، لكن أنا ما تخلي في علاقتي مع أستاذنا الراحل بشير عباس كان المحبة. يعني بتجمع بياناتنا محبة كبيرة جدا، وأنا أفتكر أنه بشير عباس له الرحمة والمغفرة يعني في ذكراه الأولى، ذكرى رحيله الأولى، ده واحد من أساطين الإبداع في السودان. أنا أفتكر أنه برضو واحد من الناس، معظم الناس ما بنظروا لتجربة بشير عباس إلا من خلال ممكن يكون البلابل أو من خلال الألحان والمقطوعات الموسيقية، القمر في كنانة وغيرها، لكن أفتكر أنه بشير عباس كان برضو مؤسسة مفاهيمية وطنية متقدمة. بشير كان عنده نظرة متطورة جدا، لأنه ده برضو ابن الحلفاية، يعني حلفاية الملوك للفن السوداني، وكان مهموم جدا حتى آخر أيامه قبل ما يتوعك ويعود إلى كندا. كنا في لجنة لتأسيس المركز بتاعه، أنا شرفته بأنه كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، ويعني كان أنا أفتكر أنه هو كان حفي بكل أصدقائه. نحن رغم فارق السن، لكن أنا كنت عندي حظوة بتاعت محبة كبيرة جدا لحد لدرجة أنه المحب دايما بيبقى هو القريب واللي بيعرف الأسرار حقيقة واللي يكون حريص أنه يكون يرافقك حقيقة. لكن بكرة إن شاء الله تشهد قاعة الصداقة ذكرى رحيل للقام الموسيقار. ولما نقول بشير عباس على طول بيخطر في بال أي مشاهد البلابل، بكل تأكيد، بكل تأكيد، إنه أي زول بيكون عارف إنه هو يعني تجربته مع البلابل والتوأم الكبيرة اللي كانت بينه. خلينا نتكلم عن التأبين اللي حيكون بكرة، وإنت عضو أيضا من التأبين ده. التأبين هو حيكون في قاعة الصداقة بكرة، وبمشاركة كبيرة من البلابل والكورال وعدد من الفنانين الآخرين. القيمة في إنه كل هؤلاء تداعوا لإحياء ذكرى الموسيقار الراحل بشير عباس، وده برضو يعني واحد من الـ من الـ من الـ من الدلالات الكبيره جدا اللي بتوري انه عظمه بشير عباس ما كانت في انتاجه الابداعي الكبير جدا والبادخ جدا، والقدر من خلاله يعني اثر الوجدان السوداني واسس لمفاهيم برضو موسيقيه وابداعيه متقدمه جدا. لانه بشير عباس لما قدم البلابل، مجرد صعود المرأة على المسرح كان فيه كثير جدا من الإشكالات. أنا أفتكر أنه يعني بشير عباس قدم تجربة غنائية، هو أكثر موسيقار استفاد مع إسماعيل عبد المعين، استفاد من أنه الغناء السوداني أصلا في شكله الطبيعي هو جماعي. نعم. فبشير عباس قدم تجربة غنائية جماعية، أنا أفتكر أنها هي الأبرز والأميز على مستوى إفريقيا والوطن العربي، لأنه تجربة البلابل تجربة كبيرة، وتجربة بتستحق أنه الناس يقفوا عندها ويدرسوها، ومن خلالها انت بتدرس مدى عبقريه هذا الرجل العظيم الاستاذ الراحل بشير عباس. انا فاكر انه دي دعوه للناس انه بكره يعني تجي، ورغم الظروف الاقتصاديه وكذا، لكن صحيح نحن صحيح محتاجين انه يعني نقيف يعني في يوم زي ده ونحيي ذكرى فنان عظيم بقامه استاذنا بشير عباس له الرحمه والمغفره. لكن كل انسان عنده جواه ذكرى او مقطوعه موسيقيه لبشير عباس. صحيح. او لحن مختلف. صحيح. ممكن يكون للراحل بشير عباس. هو اكيد نعم. اللي عنده كل الحاجات دي جواها بيكون حريص انه بكره يكون حضور في قاعه الصداقه عشان ما يشارك ذكرى هذا التأبين. ونحن بنقول لاسرته لكل محبينه الرحمه والمغفره. لكن خلينا نشوف البرامج المصاحبه اللي ممكن تكون. انت ذكرت الكورال وذكرت نعم كليه الموسيقى والدراما. صحيح. في مقطوعات موسيقى نعم، في نعم. حاجات ممكن تقدم لأسر الراحل مثلا. صحيح. هو برنامج متنوع يعني في كل الأشكال دي، وفيه كلمات وفاء للراحل حيقدمها اللجنة وأسرته. برضو الحاجة العظيمة الناس يفترض ممكن تكون الأجيال الجديدة دي ما عارفها أو منتبهها لها، لكن حاجات كثيرة جدا يعني كان بيقول لنا بشير عباس بشكل مباشر، يعني غير كل ما كان يجي زيارة إذا من الأمارات أو من كندا، أنا كان بيشرفني بدعوة على مائدته، بنفطر مع بعض وبنبدأ نتونس وبنتناقش. يعني بشير عباس هو الفنان العربي الوحيد الذي استطاع أن ينتصر على إسرائيل يا
افتكر انه دي من الاشياء الناس يقولها في مهرجان في الثمانينات، كان مهرجان كبير جدا والناس برضه في حاجه ما بيعرفوها او ناس كتار جدا ما بيعرفوها، اللي هي اسرائيل دي متقدمه جدا على مستوى الموسيقى، متقدمه جدا على مستوى الموسيقى. فبشير عباس شارك في مهرجان في برلين في الثمانينات واحرز المركز الثاني، وكان المركز الثالث لموسيقار من اسرائيل. انا افتكر انه انتصار، واحده من انتصاراته الكبيره جدا اللي حققها، اول فنان عربي يحقق وافريقي يحقق انتصار على اسرائيل هو الراحل بشير عباس. عشان كده انا افتكر انه البرنامج حيكون حافل جدا وحيكون متنوع جدا وحيكون ثري جدا، الناس ما تفوتوا وتحاول انه ده ذاته جزء من رد الدين، لانه نحن عندنا برضه كمجتمع سوداني ممكن ندفع في اي حاجه بالمناسبه، ممكن ندفع في أي مال في اشياء تضرنا، لكن لازم عقليتنا برضه بتفكر بطريقه انه الفرح ده مجان. الفرح في الدنيا كلها بقى ما مجان، الفرح ده بقروش. لابد تدفع في الفرح. صحيح. والفرح ده واحد من اعظم الاشياء التي تستحق انه ندفع فيها من وقتنا ومن مالنا. انا افتكر انه برضه دي حاجه مهمه، لانه لحظه الاحتفال من بشير عباس انا افتكر انها هي لحظه فرح بهم السودان كله، يعني رغم الحزن على رحيله لكن هذا الرجل استطاع انه يسعدنا ويوحد ويداننا بشكل متقدم جدا، يعني موسيقية وبشكل مختلف وباحساس مختلف، وكل الناس اللي حبته للراحل ذكريات كانت مع استاذ زبير سعيد قد لا يعرفها المشاهد. نحن عايزين نشوف من الطف الحاجات ومن الروائع ومن الحاجات اللي ممكن تكون طريفه وبتتذكرها يعني وتقدر تسترجع علينا الان. والله شوفي استاذ بشير زول روحه جميله جدا. فهو رجل فكي ورجل لطيف ورجل مليح يعني روحا ولسانا يعني، واشياء هي كثيره جدا. لكن يعني انا حميميه علاقتي به، وبتذكر اتصل علي يعني تليفون من برا السودان. انا طبعا زول بسيط ما قاعد اعرف حتى المفاتيح بتاعت الارقام دي يعني اي دوله في اي دوله، فقمت رديت. الكلام ده كان بعد الساعه 11 بالليل. نعم. وده كان بعد الاحتفال اللي عمل المهرجان اللي عمله جمعيه السودانيه الرومانيه، ودي العدد من الشعراء والاطباء المحترمين، انا برضو برسل لهم تحيه. اللي عملت فعاليات، واحده منها كانت في النادي الالماني. نعم. انا كان برضو عندي شرف انه شاركت معها الى جانب بشير عباس واستاذنا عمر الشاعر واستاذنا نجيب نور الدين، ربنا يديهم الصحه والعافيه. فتكلمت عن استاذ بشير عباس، وشارك معنا بشير عبد الماجد واحد من الشعراء الجميلين. فتاني يوم استاذ بشير عباس اتصل علي، ويعني كان حفي جدا بالمداخله والكلام اللي نحن قلناه في تلك الليله، وهو جزء بسيط مما يستحق الحقيقه. فلما تكلمنا في التلفون قال لي يا اخي انت مقاسك كم، بتلبس كم؟ نعم. فبعد ذاك ادركت انه ده بشير عباس، وبدينا نتكلم. قلت له والله يا استاذ يا اخي انا ما لا لا اصو، خشينا في مجابدات وحلف وكده. وانا برسل تحيه للدكتوره الحان ابنته كريمته، انسانه صديقه وزوله فنانه. فاستاذ بشير عباس جاب لي بدله وقميص وكرافته وحذاء، فانا حفي جدا بالهديه دي. يعني علاقتي بالوسط الفني قاعد تجيني هدايا كثيره، لكن انا افتكر اي والله لا واقعي، لانه انا حسيت بها دي هديه الاب يعني. يا سلام. يعني بشير عباس اهداني الحاجه دي كاب اكثر من اي حاجه ثانيه. بعدين يعني محبته اللي كانت طوالي في كلامه، يعني حتى انا لما الدعوه للفعاليه دي ذاتها رسلت لي الحان تحيه لها ولوالدتها العزيزه واخوانها الاحباء، فكان بتقول لي يا اخي انت لازم تكون موجود، لانه انا افتكرت ان الدعوه باعتبار الاعلام وكذا، وانها قالت لي لا 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 نحن حريصين على وجودك، لانه نحن عارفين الى اي مدى كان الوالد يحبك يعني. يا سلام. قلت لها يا اخي انا ذاتي يعني من الشرف العظيم انه انا ما اغيب عن يوم زي ده، يعني افتكر انه روح بشير عباس حتكون محلقة بيناتنا. لو ما كنت مدعي كنت حتكون حضوري. لا بكل يعني تاكيد انا اصلا انا مدعي وانا سيد الفيلم ذاته. اكيد. انت سيد البيت. نعم. ونحن حنكون اكيد حضور، وكل محبي الراحل بشير عباس وحيكونوا حضور ان شاء الله في هذه الامسيه. استاذ زبير نحن حنكمل معاك، لكن خلينا نصطحبك.
نتواصل معكم مجددا مع كل الناس اللي بيتابعنا واللي انضمت لمتابعتنا لتكملة ما تبقى من صباح الشروق، وبنكمل معكم من خلال بانوراما الأسبوع لك. أهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم من جديد، وبنتواصل معكم في بانوراما الأسبوع. طرقنا في بانوراما للأسبوع وكنا حريصين إنه كل الأشياء اللي حصلت من خلال شهرنا يناير إنه نصطحبها معنا في هذا الأسبوع وفي خواتيم يناير، ونحن في ختام الأسبوع يوم الخميس. خلينا نشوف مع أستاذ زبير، تابعنا أستاذ الراحل بشير عباس وتأبينه اللي نذكر به الناس إنه حيكون بكرة إن شاء الله في قاعة الصداقة، وهي دعوة عامة لكل محبيه ولكل الناس اللي بيتابعوا، لكل ما الناس اللي بيعشقوا البلابل واللي عندهم معزة خاصة جدا لبشير عباس. تحية لك مجددا أستاذ الزبير سعيد في هذا الصباح، ونحن متواصلين معك من خلال البانوراما. لكن خلينا ننتقل من التأبين إلى الرياضة مباشرة، بما إنك صحفي ومحلل شامل، نحن حنصطحبك معنا في بعض المواضيع. خلينا نشوف في رياضتنا اليوم، حنبدأها بخروج المنتخب الوطني من بطولة إفريقيا اللي كانت بالجزائر اللي هي الشن. طبعاً نتائج المنتخب الوطن السوداني في بطولة الشان، هي بطولة المحلين، كانت مخيبة جداً للأمال يعني، والهزائم كانت كبيرة جداً يعني. أخيراً كانت خسر بثلاثة أهداف أمام بطل منتخب مدغشقر. وأنا من خلال قرايتي للأحداث وصاحبة خروج المنتخب بهذا الشكل ما بليق بتاريخه، شايف إنه معظم الناس مشوا في اتجاه إنه مدغشقر جزيرة صغيرة وتاريخها في كرة القدم وبتاع. أفكر إنه واحدة برضو من إشكالاتنا الكبيرة جدا، لأنه العالم كله يتطور، العالم ما بنتظرك. إذا أنت ما تطورت وما واكبت التطور، العالم حيتجاوزك. وكرة القدم أصبحت ليست مجرد فطرة، أصبحت انتقلت للفكرة، وأصبحت واحدة من الحاجات التي فيها صناعة متقدمة جدا. وإذا كانت الدول يعني على مستوى الإنجازات يعني تقاس بجغرافيتها المحدودة، أنا أفتكر أنه قطر بمساحة المحدودة أذهلت العالم في كأس العالم يعني. المنتخب غادر والناس كانوا بيقولوا أنه كيف يعني تهزمنا مدغشقر، هذه الجزيرة الصغيرة التي بدأت متأخر واستغلت كده. أنا أفتكر أنه برضو واحدة من الأشياء ما فيها بعد النظر في النقد الرياضي، لابد أنه نحن نشوف. أنا المنتخب الوطن السوداني ما بينفصل من إخفاقات الواقع كله يعني. صحيح. أنت عايز لك منتخب يكون متميز في ظل إخفاق سياسي وضائق اقتصادية وإشكالات اجتماعية وثقافية، الأشياء لا تنفصل. المختلفة للنوادي، خلينا نشوف بخروج المنتخب ده اللي خلى من بعد خروج وتقديم استقالة المنتخب ككل من الجهاز الفني. والله اخي شوفي، هو ده برضه ادب محترم يعني، كونه هم يعني يقروا باخفاق ويقدموا استقالاتهم وما تتم اقالتهم. انا فاكر انه دي برضه حاجه جديره بالاحترام يعني. احنا محتاجين انه ادب الاستقالات ده ما يقف عند الرياضيين بس يعني، في كل فشل يمشي مثلا كل اي جهه او اي شخص او اي مسؤول يخفق بالضروره يعني. انا ده افتكر انه واحده من الادبيات المتقدمه جدا في الشعوب الراغيه يعني والمسؤولين يعني. لكن انا افتكر انه استقاله الجهاز الفني محسن سيد وبرهانتية، افتكر انه هو يعني حيكون زي تخدير للازمه يعني، امتصاص لها ما حل لها. افتكر نحن محتاجين امتصاص غضب الناس وتفاعلهم وحالتهم، لكن نحن محتاجين نشوف الاخفاق ده سببه شنو ونعالجه كلنا مع بعض. لان افتكر ان المنتخب بيمثل السودان، واحده من الاشياء اللي بتمثلنا كلنا يعني. صحيح. فبالضروره الناس يشوفوا الاخفاق. انا افتكر انه برضه من الاشكالات الكبيره جدا عندنا في كره القدم الى حد الان. نحن اصبحنا برضه لازم نراهن على النجم الجاهز، الاحتكارية بتاعت الهلال والمريخ، لكن انه اتاحة فرص لنجوم في أندية أخرى في الولايات عندهم الدافعية وعندهم الغيرة وعندهم الرغبة في انهم هم يقدموا نفسهم. برضو دافعية اللاعب السوداني، افتكر المنتخب المنتخبات المحلية يعني الظهور فيها والتميز دي فرصة، لانه اللاعب يعني يشوفوا الكشيفين وكلاء اللاعبين على اساس انه يحترف. نحن برضو ما عندنا طموح، انا افتكر انه طموحنا طموح اللاعب السوداني انه يعني يلعب في الهلال او المريخ. انا افتكر الطموح محدود مع احترامنا الكبير للهلال والمريخ قمة في الكرة السودانية، لكن الهلال والمريخ المفروض يكونوا معبر لك انك تحترف، لانه المنتخبات اللي حوالينا اذا المنتخب المصري او غيره مشوا وتطوروا، لانه عندهم نجوم محترفين في انديه كبيره يعني، استفادوا من خبرات، استفادوا من رؤى بتاع التدريب، استفادوا من بيئه، استفادوا من مفاهيم في التدريب متقدمه جدا انعكست على المستوى والاداء بتاع منتخباتنا الوطنيه. فلا بد ان نغير المفاهيم بتاعتنا لكره القدم. كره القدم لم تعد بجرد لعب يعني ورقدي لملاحقه الكره، المساله بقت علم وصناعه متقدمه جدا يعني. صحيح.
أستاذ زبير، ممكن ترى أنه مشاركة المنتخب بالبطولة ضعيف جدا وما كان بيرتقي للمستوى المطلوب؟ هو طبعا واضح جليا أنه في إشكالات في الاختيارات، في إشكالات في همة اللعيبة نفسها، في إشكالات في الاستعداد بالضرورة. المنتخب ده مشى في ظروف كانت معقدة جدا، مشى مسافة طويلة جدا بالبر يعني بالبص يعني، افتكرين انه برضه دي كانت مؤشرات واضحه جدا بانه المنتخب لن يحقق المرجو منه. ودي برضه انا ما اقدر ادافع عن اللعيبه، لكن دي ما بيتحملها اللعيبه، برضه بيتحملها الاتحاد العام، بيتحملها وزاره الشباب والرياضه، بيتحملها الدوله عموما يعني. صحيح. نحن ذاتنا بالمناسبه، نحن ذاتنا كمجتمع، انا السنه ذات الزبير سعيد بتكلم ده اسهامي في المنتخب شنو؟ ما عندنا اسهام. مش لانه نحن ما عايزين نسهم، لكن مفترض المنتخب ده يكون مسؤوليتنا كلنا، كلنا ندعم المنتخب معنويا وماديا باعتبار انه المنتخب وطني بيمثل الوطن. نعم. والانجازات اللي ممكن يحققها والانتصارات اللي ممكن يحققها هي برضه بتدي مؤشرات لانه هذا الوطن قادر على انه يبدع يعني. هذا الوطن اللي اصبحت صورته في الميديا العالميه هو مجاعات وحروب ونزوح وتشرد واقتتال قبلي، هذا الوطن واحده من اشراقات الرياضه يعني. افترض نحن الدوله من قمه هرمها يعني تهتم بالرياضه وتهتم بالمنتخبات الوطنيه على اساس انه دي واحده من واجهاتنا اللي بنقدر نطلبها على العالم بشكل بيتناسب مع تاريخنا يعني. جميل. واحده من الحاجات تكلمت عنها الاخفاق اللي حصل، اللي هو كان الترحيل بتاع اللعيبه بيلبسوا لفترات طويله، ده اللي ممكن يكون قلل من قيمه الاداء وقلل من الاداء بتاع اللعيبه. انت بتقيم انه عدم الاداء الجيد وعدم اللعب بطريقه احترافيه او زي ما كان الناس بتحب وعايزه تشوف المنتخب متقدم، ممكن تكون دي واحده من الاسباب مثلا؟ والله شوفي دي واحده من الاسباب، لكن انا في تقديري زي ما استغال الجهاز الفني السودان ده حقه يعني، انا كنت بتخيل انه يتم تسريح كل يستغيل كل النجوم ديل اللعيبه، مش لانه ما مهمين، لكن لانه حتى دافعيه ذاتها اصبحت ضعيفه. أيوة. وبعضهم تقدم في السن يعني، وكرة القدم أصبحت تلعب بشباب صغار في السن، مواهب. أنا أذكر السودان ده غني جدا بمواهب متقدمة. نقوم نتقفل 5 سنة نأسس لمنتخب شاب من الناشئين بمفاهيم متقدمة، بتدريب مدارس بتاع تدريب متقدمة، نجيب مدربين، نجيب ناس يقدروا يأسسوا لنا المنتخب من كلية كاملة. أنا أفتكر إنه برضو واحدة إهمال الناشئين برضو قاعد يأثر، لأنه اللاعب الجاهز عشان ينسجم في المنتخب عشان يلعب لاسمه ذاته، انت بتجيب نجم ما بقدم لك، ممكن يقدم لفريقه اكثر ما يقدم لك لمنتخبك، لانه زي ما قلت لك المفاهيم ذاتها فيها اشكاليات كبيره جدا يعني، فيها اشكاليات كبيره جدا. اللعيبه انا كنت بتخيل يعني، واحده من الاشياء الفيديوهات اللي انا ما انساها النجوم بتاع منتخب البرازيل. البرازيل دي دوله تتنفس كره قدم، كانوا قاعدين لما جو يعلنوا في التلفزيون اختيار الجهاز الفني للعيبه اللي حيشاركوا في كاس العالم في قطر. نعم. كل اللعيبه دي كانوا قاعدين مع اسرهم في غرفهم ومنتظرين الاعلان. نجوم كبار حتى من بينه نيمار. يعني نيمار ده لو في السودان بيكون خالف رجله، هو حيختاروه اذا ما اختاروا ذاته ما فارق غلط. كل اللعيبه دي كانوا قاعدين منتظرين لما يتم اعلان اسم النجم انه حيشارك في المنتخب، كان يعني فرحه بشكل هستيري من الاسر ومن النجم نفسه. هنا اللاعب اذا تم اختياره، اذا تم تجاهله، اذا ما بتفرق معه كثير. افتكر انه برضه نرجع برضه عندها علاقه مباشره بتربيتنا الوطنيه، بنظرتنا للوطن. صحيح. يا جماعه اي زول موهوب كونه يلقى فرصه بانه يخدم هذا الوطن، افتكر انه ده شرف لا يداري شرف يعني. يا سلام، نتمنى انه كلنا نكون ايد واحده وندعم كره القدم ومنتخبنا الوطني بالتحديد. لكن اسباب الخروج المبكر للمنتخب ممكن تكون شنو يا استاذ؟ والله شوفي عدم الاستعداد الجيد، انا افتكر انه يعني منتخب ما افتكر واضح تماما انه ما كان مستعد بشكل جيد. برضه واضح انا ما اقدر اتدخل لانه الجهاز الفني ده جهاز مقتدر وناس عندهم كفاءات، اذا كان برانتيه أو محسن سيد وهم نفسهم حققوا إنجازات كبيرة للمنتخب، لكن برضو وضح إنه الاختيارات كانت فيها بعض الإشكالية. غير كده الدافعية بتاعت اللعيبة ديل ذاتهم كانت يعني ما كان في همة، أنا أفتكر إنه حتى الغيرة العادية دي افتقدناها. برضو من الحاجات المهمة جدا إنه نحن برضو لازلنا ننظر إلى العالم بإنه نحن أسسنا الاتحاد الأفريقي ونحن أسياد الكورة في أفريقيا. أفتكر إنه المفاهيم دي كلها إذا ما تحولت لواقع فكره يكون عندنا اشكاليه، لانه العالم عشان نختم الرياضه دي نصنع منتخب وطني قادر انه يطلع بين السودان ده اللي برا الامان ويشارك لنا ويقدم لنا افضل ما يكون. نغير المفاهيم بتاعتنا، نغير المفاهيم ونأسس لاكاديميات بتاعت كره قدم قايمه على 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 علم وقايمه على تدريب متطور وقايمه على خبرات، يشرف على خبرات، ونعتمد على الشباب اللي يفعل الصغار نشئ ديل
وديل يلعبوا مع بعض في مراحل مختلفه يحصل بينهم الانسجام، واختيار المنتخب ما تتم فيه اي درجه من المجامله، لانه افتكرين انه من اختاروك المنتخب بدوك شرف كبير جدا، واي لاعب ما عنده القدره على انه يمثل المنتخب بالدافعيه المطلوبه انا افتكر انه اقرب له انه يعتذر، يعني ما فيها حاجه، يعني بدل ما انت تاخذ لك خانه للاعب ثاني كان ممكن يكون عنده القدره وعنده الرغبه في انه يقدم افضل. يعني افتكر انه المفروض نكون امينين مع نفسنا كلاعبين، ومفروض الدوله نفسها برضه ننبهها، لانه الرياضه ما اصبحت لعب ولهو، يعني اذا اصبحت يعني علاقات شعوب دبلوماسيه شعبيه متقدمه جدا يعني. والرياضه ورتنا انها هي مدرسه وتربيه. يبقى نحن حنستحبك معنا في بانوراما من التربيه الرياضيه واداب الرياضه الى التربيه والتعليم واستئناف الدراسه اللي حتكون الاحد المقبل ان شاء الله، والتوقف الحصري استاذ الزبير من وجهه نظرك للدراسه وبدون اي مقدمات بدون اي سبب، اعلان توقف العام الدراسي لمده اقصاها كذا والرجوع في هذا الوقت، تاثيره على النفوس وعلى الطلبه وعلى الاسر يعني. والله شوف العام الدراسي في هذا العام انا افتكر انه شهد اشكالات كبيره جدا. و يعني هي كانت محاولة كونه يعني تتم إجازة، منح إجازة للطلاب قبل ما يجلسوا الامتحان، دي طبعا لأول مرة تحصل. صحيح. يعني كانت واحدة من المحاولات لامتصاص الأزمة، للبحث عن مخرج. أنا أفتكر إنه نحن برضه محتاجين يا جماعة نشوف، لأنه المعلم ده قيمة. في مثل ياباني بيقول إنه إذا وقفت بجوار المعلم فأقف على بعد مترين حتى لا تطع ظله. احتراما وتقديرا. حتى لا تطع ظله، شوف ظل المعلم مقدس. واليابان دي دولة ما تطورت الا بالتعليم. صحيح. وانا افتكر انه نحن كدولة وكمجتمع محتاجين يا جماعة، محتاجين ننظر للمعلم، لانه المعلم ده اذا اختزلنا في الزول اللي بيمسك طبشيره وبيجيب في السبورة وبيقري، افتكر انه يعني اسينا للمعلم، لانه المعلم ده مؤسسة تربوية واخلاقية كبيرة جدا. صحيح. هي ما مجرد زول بيلقن الناس، التقنية المتطورة دي الزول ممكن يكون قاعد في بيته من الطفل ويتعلم، لكن في اشياء لا بد انه يكتسبها من خلال المعلم ومن خلال المؤسسه التعليميه ومن خلال المدرسه ومن خلال المجتمع. هو ذاته حيعرف علاقته وموقفه من المجتمع وموقفه من الاخر وكيفيه حواره مع الاخر من خلال المدرسه. في مفاهيم كثيره بتقدمها المؤسسه التعليميه ممثله في مراحل المختلفه دي بتقدمها التعليم. انا افتكر انه كوننا نصل مرحله انه يعني المعلمين يصلوا لدرجه انهم يضربوا او يتوقفوا، ده شيء مؤسف بالنسبه لنا اولا، احوالهم كمعلمين نعم معروفه نعم للكل يا نعم استاذ نعم الزبير. نحن دارين نعرف هل وزاره التربيه والتعليم هي حلت كل المشاكل والاخفاقات للمعلم، واصبح المعلم هو ياخذ حقه كاملا عشان ما يضرب ولا تحصل اضرابات ولا مشاكل ولا توقف؟ والله شوف انا قريب جدا ولصيق جدا بالمعلمين. انا افتكر انه الاجتماع الاخير تم مع السيد عضو مجلس السياده ووزارة المالية، والمشكلة ما في وزارة التعليم، المشكلة في وزارة المالية وفي مفهوم الدولة ذاته في الميزانية شايف هسه في زيادة. صحيح. يعني قياسا بالماضي افتكر انها معقولة، لكن افتكر انه المعلمين يستحقوا انه يعني يتقيموا تقييم محترم، باعتبار انه الاستقرار في التعليم هو واحد من اهم مداخل الاستقرار في الدولة كلها. لأنه هسه العام الدراسي إذا تهدد دي كمية من الأسر حتتأثر، لأنه ده بناء بتاع نشئ، بناء بتاع مستقبل، بناء بتاع أجيال ما بيحتمل أي نوع من أي نوع. أنا أفتكر إنه التعليم نفسه واحدة من المؤسسات، أنا أفتكر إنه القضاء والتعليم والقوات النظامية والأطباء والإعلام دي من المؤسسات اللي يجب إنها ما تكون في أي نوع من المزايدات السياسية. دي مؤسسات يجب أنها تكون وطنية من الدرجة الأولى. صحيح. خدمة ولاء كله يكون للوطن وللمواطن من المقام الأول، ما في أي مجال لأنه تختطف أي جهة سياسية عشان تجير لمصلحة أهدافها وأجندتها. عشان كده نحن احترامنا للتعليم كدولة وكمجتمع نفتكر أنه هو بيضعنا في الإطار الصحيح، لأنه ما حنتطور وما حنتقدم لو ما احترمنا التعليم. وفي مدخل المعلم ومؤسسات التعليم كلها، البنية التحتية للتعليم ومؤسساته ومدارسه. عشان كده نحن عايزين أنه كل ما يلي المعلم وكل ما يحتاجه المعلم يتوفر، عشان ما يحصل لنا المسلسل بتاع التوقف والمدارس اليوم قفلت وبكرة فتحت، ودي عندها أثر نفسي حتى عند الطلاب ذات نفسهم يعني. بالتأكيد. ما في التحصيل بس، الناس هسه أنا شايفهم قلقين كده بالتحصيل ابدا. اهتزاز البناء النفسي للطالب نفسه. صحيح. القطع ده ذاته يعني هسي في طلبه بالذات المراحل التعليم في الاساس. الكبار ديل من الثانوي والمتوسط شويه بيقدروا نعم يستدركوا الحاجات. نعم الثانيه والثالثه الصغار ديل. ايوه ديل هسي انصرفوا انهمكوا في اللعب نسوا القرو في المرحله الفاتت دي. صحيح. انا افتكر انه كونه يجي ذاته كل مرحله يحس بانه هو يا دابه بدا العام الدراسي
فدي بفتكر انه برضه ان فيها واحده من الاشكالات الكبيره، عايزه مجهود. العام الدراسي هو نحن ذاتهم بيدرسوا في ظروف بالغه التعقيد، في بيئه برضه انا افتكر انه كثير جدا من المدارس يعني بيئتها ذاتها يعني مش تعبانه، بيئتها ذاتها ما مهيئه لانه الناس يعني التلاميذ ديل يقدروا ياخذوا الحاجه اللي هم المفروض ياخذوها في التعليم بشكل كويس، لكن على علاتهم الناس يمشوا يصلحوا ويعالجوا. لكن انا افتكر المسؤوليه مسؤوليه المجتمع في المقام الاول، نعم، ومسؤوليه الدوله لابد انها توعى وتدرك اهميه المعلمين ديل اللي ما وصلوا مرحلة متأخرة جدا من الضنك ما كانوا أضربوه صراحة يعني، لأنه لازم نفتكر إنه شريحة المعلمين دي واحدة من أكثر الشرائح بتاعت الفئوية في المجتمع الجديرة بالاحترام. نعم. جديرة بالاحترام، لأنه دي الناس بيقدموا لنا منذ بخت الرضا، دي الناس بيقدموا لنا ثمرة معارفهم، بيفنوا شبابهم. صحيح. وبدون ما يحصدوا أي شيء يعني أنا أفتكر لو له ما حيكون ولا كان ما في دولة في الخطوة، لا في زول بيقدر يقرأ ولا في تطور ولا في نهضة ولا في مستقبل. يبقى معناها نحن عبرك من خلال التربية والتعليم من حي كل معلم وكل معلمة هم بيتابعونا في خلال هذا الصباح، ونتمنى يكون ده آخر توقف لهذا العام بالأسباب اللي ممكن تكون معلومة لدى الجميع. لكن أستاذ زبير خلينا ننتقل مباشرة وفي بانوراما الأسبوع لواحدة من الأشياء الأخيرة جدا، هي ما الأخيرة هي في المقدمة الإعلام لكن نعم. آخر نعم. فقراتنا في البرنامج نعم. واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون في ذهن كل إنسان وبيت سوداني لما يقول لك البي بي سي نعم. الإذاعة صح. البريطانية نعم. الناس صح. اللي بيسمعوا الإذاعة بيكون عندهم عشق ما طبيعي صحيح. مع البي بي سي وعندهم حب كبير. توقف البي بي سي عمل خدش في كثير من الناس وعمل حزن صحيح. كبير جدا في نفوس ناس كثيرة كانوا متابعينا أستاذ زبير نعم. توقف البي بي سي كان نعم. عنده وقع خاص وصعب على النفس يعني. أيوة، وبكرة الجمعة الساعة 1 حيكون يتم إعلان إيقاف البي بي سي رسمياً. وأنا أفتكر إنه إذاعة البي بي سي العربية لندن يعني هي أسهمت إسهام كبير جداً بالمناسبة في المعرفة بالنسبة للسودانيين. كانت منصة إخبارية محترمة بالنسبة للسودانيين لأنه تميزت بمهنية عالية جداً، الناس يتعاملوا معها بمصداقية عالية جداً، وكانت مصدر حتى أخبار الداخل بالنسبة للسودان. السودانيين كانوا بينتظروا النشرات بتاعت البي بي سي عشان يستوثقوا ويتأكدوا من الأخبار المتعلقة بالسودان. البي بي سي نفسها هي كمنصة إخبارية كانت متقدمة جدا، وساهموا فيها عدد كبير من السودانيين المرموقين المتميزين، الطيب صالح ومحمد خير البدوي وأيوب صديق وإسماعيل، يعني عدد من السودانيين المتميزين جدا كأصوات إذاعية متميزة ساهموا في البي بي سي كمحررين وساهموا كمذيعين وساهموا كمقدمي صحيح. برامج. فدي واحدة كانت برضو من الأشياء جذبة السودانيين للبي بي سي، مهنيتها واحتوائها للمبدعين السودانيين المتميزين يعني. فبرضو احتفت بالإبداع السوداني. أنا أذكر من الحاجات اللي حكاها لي الراحل عبد العزيز المبارك ربنا يرحمه ويتقبله في الثمانينات أفتكر مشى زيارة هناك وعمل مجموعة حفلات لفت نظر إذاعة البي بي سي، سجلت معاه لغاءات وسجلت له 10 أغنيات. يا سلام. الحدث ده بالمناسبة زلزل الإعلام العربي لأنه حصلت كيف الفنان الشاب المعمور السوداني ده نعم. يسجلوا له ما يسجلوا له عبد الحليم حافظ في مجده. دي حصلت لعبد العزيز المبارك، ما حصلت لعبد العزيز حافظ الفنان العندليب الأسمر الفنان العربي العظيم يعني. فيعني بي بي سي اهتمت بالمبدعين السودانيين. بي بي سي أنا أفتكر أنه أسي طبعا مصادر الأخبار بقت كثيرة بقت كثيرة جدا، لكن البي بي سي كانت عندها نكهة عندها تأثيرة وعندها تأثيرة وعندها تميزة. واليوم الناس بتأسفوا لأنه وقوف البي بي سي حتى أيوة الناس أيوة. تحديدا المعاصرين يا أستاذ الكبير من صحيح. أجيالكم صحيح. وإلى الأجيال صحيح. الآن اللي قامت إنها بتسمع الإذاعات نعم. واللاصقين بالإذاعة وحبها. زمان لما الزول يسمع البي بي سي الإذاعة أول ما تيجي هنا لندن بيكون هو في حالة بتاع التبسم كأنه هو أيوة بيرى أيوة. لندن وبيرى صحيح. بريطانيا صحيح. يعني عموما صحيح. خلينا نشوف في عهدكم كيف نعم. كان الأثر النفسي اللي حيحصل الآن لكل الناس اللي بيحصل بتابعوا البي بي سي. والله شوفي هو يعني ما أنا قلت لك حصل تطور كبير جدا في يعني هو بيبقى يعني حنين صحيح يعني حيبقى نوع من الحنين لأجيال والذكريات جيلنا والجيل السبقنا، حيبقى نوع من الحنين باعتبار أنه البي بي سي ما كانت مجرد خدمة إعلامية إخبارية، هي كانت عندها ارتباط وثيق جدا بوجدان المتلقي صحيح. يعني أنت كنت بتركز في وكانت هي بالمناسبه برضه مؤسسه اعلاميه تعليميه، لانه انت لما تسمع واحد من المذيعين الكبار بيقدم نشره الاخبار انت لو مهتم انا افتكر انه برضه بتقيف على مستوى القراءه على مستوى الجوده في الصوت على مستوى الرؤيه في التحرير الخبري نفسه.
على مستوى احترام هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة للمتلقي، اهتمام بالأحداث بالأخبار المتعلقة بدول العالم الثالث، الدول النامية، وإعطاء هذه الأخبار أولوية من التحليل ومن القراءة ومن اتجاهاتها المهمة جدا المتعلقة بحياة تفاصيل الناس. أنا أفتكر أنها ساهمت في نقل كثير جدا من الأحداث، ساهمت في كثير جدا من الأخبار اللي بتهم دولنا كعالم ثالث، لذلك هي ارتبطت بوجدان الناس. أنا أفتكر أنها هي إذا توقفت حتظل يعني باقية في وجدان المستمع اللي كان عنده صحيح. الإذاعة كان عندها دور كبير جدا في ثقافته صحيح. وفي علاقته بتلقي الأخبار. أستاذ الزبير، ذكرت العدد الكبير للقنوات والإذاعات والمنصات المختلفة الإعلامية، لكن تظل البي بي سي عندها أثر في نفوس الناس من خلال توقفه، وهل سيفقد الفضاء الإعلامي؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. أنا أفتكر أنه مؤسسة زي دي هي فقدها بيكون كبير ومؤثر، ولأنه هي أنا ما قلت لك هي ما كان هي خلقت درجة من الحميمية العالية. هسي لو أنت لاحظتي حتى في هسي القنوات الإخبارية في على مستوى الميديا كبيرة ومنتشرة وعندها إمكانيات عالية جدا ومتطورة جدا، لكن بتلقي الريموت في يد المشاهد في حالة بتاعت قلق دايم، ايوه في حاله بتاعت عدم استقرار. زمان صحيح. الموجه بتاعت البي بي سي دي بتتخطى ممكن شهر ما تتغير، يا سلام، تكون ثابته على هذه الموجه لانه في نشره بتاعت اخبار في برامج شغال على مدار اليوم. على مدار اليوم ممكن يكون كان محدوديه المنصات الاعلاميه، لكن برضو كانت الجوده العاليه، احترام المتلقي، تقديم خدمه اخباريه واذاعيه وخدميه وبرامجيه، هي كانت يعني برضو واحده من الحاجات اللي كانت مغنعه جدا، وساهمت بالمناسبه في تثقيف عدد واسع من المتلقين. يعني هي ذاتها كانت وسيط معرفي وثقافي متقدم جدا. اذا يعني تظل البي بي سي هي باقيه في نفوس كل السودانيين وفي وجدانهم وفي مخيلتهم وفي ذاكرتهم باللي كانت بتقدمه من معلومات مختلفه. انا شاكره ومقدره لوجودك وحضورك الصباحي واطلالتك عبر صباح الشروق الاستاذ الصحفي والمحلل الزبير سعيد، نورتنا في هذا الصباح. شكرا جزيلا، وشكرا للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لك. إذن شكرا لكل المشاهدين، كانت حلقتنا اليوم طفنا من خلالها في عديد من ولايات السودان، أيضا كمان كانت بانوراما الأسبوعية حاضرة معنا، تجولنا من خلال الرياضة والثقافة والتعليم، أيضا كمان عرجنا على الإعلام من خلال البي بي سي، تحدثنا في هذا الصباح عن تنمية المجتمع من خلال جامعة النيلين، وإن شاء الله تكون أو كانت حلقة ممتعة ومليئة لكل المشاهد. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لحسن المتابعة، ونهاية أسبوع نتمناها سعيدة لكم، نلتقيكم إن شاء الله في مساحات مختلفة عبر الشروق الفضائية، في أمان الله.